ننتقل مباشرة إلى الضفة الغربية وتحديدا إلى أمام بلدية البيرة، حيث ينضم إلينا مراسل حدث خالد القاسم. عمر، قديش قضيت بالسجن؟ ثمان أشهر. كيف؟ إمتى بلغوك إنك رح تطلع؟ اليوم بلغونا وطلعنا الحمد لله. طب كيف كنت تتابع أخبار اللي بصير في غزة؟ ولا إيش، ما كناش نعرف ولا إيش، نعرفش ولا إيش جوا السجن، والحمد لله اليوم ما تفاجأنا إنه بطلعوا فينا، حكونا مصفقة وطلعونا. يلا الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. نعم، الآن هذه الصور مشاهدينا تظهر من أمام بلدية البيرة في الضفة الغربية، حيث وصل الأسرى الفلسطينيون الذين تم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية. هناك حشود كبيرة في انتظار هؤلاء الأسرى. قبل قليل مراسلنا خالد القاسم كان يتحدث مع أحد الأسرى الذين أطلق سراحهم ويدعى عمر. عمر قال بأن هو له بالأسر 8 أشهر ولم يكون يعلم ما الذي يجري في غزة، وأنه تم إبلاغهم اليوم بأنه سيتم إطلاق سراحهم. سنحاول مشاهدينا أن نتابع هذه الصور. هذه الصور تظهر اللحظات الأولى لوصول الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى الضفة الغربية. هؤلاء الأسرى كما ذكرنا وصلوا إلى أمام بلدية البيرة، وهم ضمن اليوم الثاني من الهدنة والمرحلة الثانية من التبادل. فلنستمع لخالد إذا أمكن. خالد، هل تسمعنا؟ قديش كان مقضي بالسجن؟ له 11 شهر وكان مطلوب له 29 شهر، والحمد لله رب العالمين. كل يوم فلسطين تقدم الشهداء والتضحية، وإن شاء الله الفرج القريب لجميع أسرانا وأسيراتنا، وإن شاء الله الحرية قادمة، وإن شاء الله النصر قادم. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. نعم خالد، هل تسمعنا؟ خالد يحاول على ما يبدو. نعم رولا، أعطيني فرصة أعمل أن أجري مقابلات مع الأسرى. خالد سنعطيك الفرصة، نحن بانتظار ما المقابلات التي ستعطيها لنا والصور التي تنقلها مباشرة للاحتفالات بخروج عدد من الأسرى. حتى الآن خالد تحدث مع قديش قضيت بالسجن؟ ثانية، احنا الاشبال بنعاني وبدنا اياكم تخرجونا. بنحكي للمقاومه، بنوصل رسالتنا لابو عبيد، نشكر كتائب الكسام على هذا الاشي، وبندعي كتائب الكسام يتحرر جميع اسرانا. شكرا. نعم، حتى الآن تحدث مراسلنا مع أسيرين محررين، وعلى ما يبدو أحد الأهالي أو أباء. ليش قضيت بالسجن؟ سنة. كنت عارف انك راح تطلع اليوم؟ اه بعرف. مين خبرك؟ مع الشباب، طلعوا قبلنا بيوم واحد، طلعوا قبلنا بناس يوم، روحنا خلص، تأملنا انه احنا مروحين، وكل الاشبال متأمل ان احنا مروحين. طيب كيف كنت تتابع اخبار غزة؟ كيف كنت تتابع أخبار غزة؟ ما كناش نتابع شيء، ما كنا نسمع من السجانين، نسمع. خالد، شو كانوا يسمعوا؟ ما الذي كانوا يسمعونه؟ ولا شيء بيصير بغزة، بس بنعرف إنه في صفقة وبنعرف إنها قريبة، والمعبدين والأسرى كل الأسرى بيعرفوا إنهم مروحين. شكراً.